كارياري لازيو الدور الايطالي السيري اي الجوله الثانيه، وين شفنا كيفاش لازيو وين يخادع كارياري في ملعبه، وين شفنا كيفاش مانويل الذي سجل الهدف وين اخلط حسابات كارياري في الوقت المبكر في الدقيقه الرابعه، وين مانويل وين سجل الهدف عن طريق في الدقيقه الرابعه، شفنا جيرو الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقه 74، يعني في اوقات حساسه في الدقيقه الرابعه في الدقيقه 74، وين شفنا كيفاش وين كارياري وين نقولوا باللي كان نوعا ما كان ضاغط شويه، لكن بدون جدوى امام لازيو امام دفاع لما دفاع وخط وسط ميدان ما عطاش الافضل، ما عطاش اي ما خلاش نقولوا كارياري ينظم صفوفه، وين شفنا كيفاش خاصه الحارس توماس اللي لعب بقوه، شفنا باتريك، شفنا كيفاش فرانسيسكو، شفنا ستيفان، شفنا مانويل، شفنا سيرجيو، شفنا لوكاس، لويس، ادم، شفنا كيفاش خوكيم، شفنا جيرو المسجل الهدف، شفنا جيان، شفنا يعني فيليبي من جانب لازيو، شاهدنا كيفاش الجانب تاع كارياري اللي لعب جاو، شفنا جوفيني، شفنا ريكاردو، ماركو، شفنا كيفاش نقولوا بلي اليوم وين شاهدنا كيفاش المدرب تاع كارياري اللي دخل بخطه، خطه الكارياري المدرب دي فرانسيسكو اللي دخل بخطه 4-1-4-1، شاهدنا كيفاش سيموني المدرب تاع لاسيو اللي لعب خطه 3-4-3-5-2، يعني كل مدرب وكانت عنده النظرة تاعو، كل مدرب وكانت عنده الخطة تاعو، شاهدنا كيفاش 50-50 نسبة استحواذ الكارياري لازيو، شاهدنا كيفاش 352 تمريرة لازيو، 321 تمريرة كارياري، على ذلك نقول لكم باللي كانت المباراة تلعبت في وسط الميدان، وين نقولوا لازيو وين كان فارض السيطرة تاعو في وسط الميدان، على ذلك نقولوا باللي صعبوا عليهم المهمة. هذه هي نقولوا باللي الجوله الثانيه كارياري ينهزم في ميدانه امام لازيو بالنتيجه والاداء في هذا الدور الايطالي السيري اي. سعيد.